السلام عليكم، حياكم الله في فقرة ثانية من فقراتنا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أول يوم إن شاء الله لكم في الكلية عندنا. أول يوم في الكلية راح يكون طبعا في اجتماع أو لقاء افتتاحي أو لقاء ترحيبي للطلاب المستجدين اللي هم أنتم. راح يكون في نفس الكلية اللي هي كلية الزراعة، كليتنا. طبعا ان شاء الله بيكون الاجتماع في اللي هي القاعه الكبرى وقاعه الاجتماعات حق كليه الزراعه. وين موقعها؟ هي موجوده في الدور الارضي. الاجتماع غالبا راح يكون من 8:30 الى من 8:30 او 9، ويجلس ساعه الا. طيب هذا كله بالنسبه طبعا للقاء، او اللي هو اللقاء الترحيبي للطلاب المستجدين. بعد اللقاء الترحيبي راح توجهون ان شاء الله للقاعات. بعد كذا راح يبدا ان شاء الله القدح على وجهكم، ان شاء الله والقدح عليكم محاضرات. تطلعون ان شاء الله من المفروض انكم تطلعون على طول، راح يقولوا لكم انكم تطلعون من القاعه على طول، من يعني القاعه الكبرى انكم تطلعون على طول للقاعات الدراسيه او الباتشات. احنا ضيعنا في اول يوم، ان شاء الله كان قدر ربي في انه هذا الموقع كرسم، وفيه ان شاء الله ان قدر ربي راح نعلق لوحات ارشاديه تبين القاعه بالضبط وين هي موجوده في الدور الاول. راح تتوجهون ان شاء الله للقاعات. بالنسبه لكم سنه اولى، زي ما نوحت قبل كذا، انكم عندكم قاعتين او باتشين. الباتشين راح تلاحظون عباره عن قاعتين وبينها لوحه اعلانات. لوحه اعلانات راح تلقون فيها اسامي الطلاب، او لا معليش، راح تلقون اساميكم على الباب نفسه، جروب A او باتش A، اسامي الطلاب وباتش B واساميهم. تجلس، لا تطلع، لانه على طول ما راح يطول الا الدكتور راح يجيكم. راح يجي دكاتره في كل قاعتين عشان اللي هو البلوك انتروداكشن او المقدمه عن البلوك. طيب راح تبدون على طول المحاضرات. طبعا هو المفروض في بدايه كل بلوك في انتروداكشن. اغلب انكم راح تاخذون الانتروداكشن في اللقاء الترحيبي نفسه، بعد اللقاء بعد ما يرحبون فيكم كذا راح يعطونكم على طول اللي هو البلوك انتروداكشن. راح تبدون محاضرات. محاضراتي كلها محاضرات البلوك نفسه بشكل عام كلها عباره عن كلام. اذا حسيت نفسك مشيت بالانجليزي في المنطقه هذه، فانك ان شاء الله بامان باقي البلوكات، لان البلوك هذا يعتمد على الانجليزي، يعتمد على توليفك، يعني يعتمد على مهارك في التعبير. كله انجليزي، راح تطفش من الانجليزي ابد، كانك تدرس مهارات تعليم الخطوبه التحضيريه او وطنيه بالثانوي، نفس الطريقه بس ان انجلش. طيب هذا كل شيء ان شاء الله. راح تبدا محاضرات، تجلسون في محاضره محاضرتين او ثلاث، ناس كم محاضره، المهم الى الظهر. الاغلب انه نفس ما احنا واجهنا كانت الى الظهر. بعد الظهر في بريك صلاه. بريك الصلاه هذا مدته ساعه، تبدا ان شاء الله الساعه 1. من الساعه 1 ان شاء الله تبدا البي بي ال. حصل قبل الساعه 1، يعني حتى قبل تصلون الظهر ان شاء الله، راح لوحه الاعلانات حقك. شوف اي وقت فراغ، اصلا تلقى في وقت فراغ انه نص ساعه، ساعه الا وقت فراغ، او حتى ربع ساعه، روح لوحه الاعلانات، شوف اسمك باي الجروبات. راح تلقى اوراق كل ورقه فيها جروب من A تقريبا الى J. دور اسمك، لقيت اسمك في الجروب راح تلقى مثلا جروب لتسي B، تاخذ هذا جروب B، راح تدور غرفه B وين، او غرفه جروب B وين، راح تلقى رقم الغرفه عباره عن اربع ارقام. يبدا برقم 3 وتكمل عاد. طبعا هذه الصوره توضح اماكن الغرف. ولكن للي ما وضحت له الصوره، في رابط تحت ان شاء الله راح تلقونه تحت حرف جي، يوضح فيه اللي هي الخريطه هذه، ولكن بشكل اوضح صوره، يعني ان شاء الله تكون هاي دي ان شاء الله. فان شاء الله قبل الساعه 1، اول ما تخلص الصلاه ان شاء الله تتوجه على طول القاعه. ويحب انكم تصلون قبل، لانه احتمال تجلسون الى ان شاء الله ما راح تطولون في البي بي ال، ولكن يعني ماكسيموم ان شاء الله 3، لان جاكم رحيل طبعا، كان اسمع على 3:30 او 4 الا فلقني. المهم طيب هذا البي بي، هذا ان شاء الله هذا اخر نشاط في اليوم الاول. بس ابي اعلق كم نقطه على نفس البي بي. البي بي في اول يوم ما يحتاج تركيز كثير على المعلومات اللي عندك. هو يبي راح يهرونكم ان شاء الله في الاسبوع الاول كله، كل البلوك هذا راح يهرونكم بي بي ال في ثنتين او ثلاثه بي بي ال، ثنتين يعني اربع جلسات. تعب شوي، ولكن انه ما في البحث عن المعلومات، هو كله كيف تطبق البي بي ال.
سواء كان ليرنينج اوبجكتيف سواء كان اللي هو كونسبت ماب، كل الامور هذه عشان تتعودون عليها وتطبقون عليها. ولكن ما يمنع هذا انك تبحث شويه عن بعض المعلومات. يعني مثلا راح يقول لك اول بيبي راح تواجهون بيشنت وذا فيفر، راح يقول لك وش معنى فيفر. حلو انك تروح تبحث، حتى لو تروح تبحث في قاموس تروح تبحث عن معناها يلقى لك اياه. فيفر از انكريزينج ذا بودي تمبرتشر ابوف 37.2 as a definition, as a simple definition. Causes, راح يقول مثلا يقول لك اول. المهم هذا طريقه البي بي ال. لا تبحث، لا تعمل كثير في المعلومات، خذ اشياء بسيطه ابحث عنها، لانه زي ما قلت لك ما يركز على المعلومات، يبون فقط يعودونكم على طريقه البي بي ال. هذا تقريبا كل شيء في اليوم الاول. في الاسبوع الاول ما في شيء مره يعني عليه تركيز واجد. نفس النظام، راح تواجهون اوفر اند اوفر اند اوفر محاضرات بي بي ال، محاضرات بي بي ال، ما في سيمينار طبعا. تي بي ال ما في تي بي ال. طبعا زي ما قلت لكم في الجدول راح تلقون عده اشياء، يعني اشياء مختلفه. راح تلقون ليكتشرز تلقى تحت عنوان مثلا ليت سي اناتومي باي اناتومي مع الدكتور فلاني، كذا مع الدكتور فلاني. هذه في بالنسبه للمحاضرات. في البي بي ال واضحه مكتوب بي بي ال بخط كبير وواضح، يعني احاول اشوفها. التي بي ال وتكلم عليها قبل كذا انا واخوي ريان، نفس الكلام مع السيمينارز. الشيء الغريب اللي ممكن تلاحظونه بسايد اللي هو الاس دي ال واليونيفرستي اكتيفيتي، هذول فراغات ما عدا اليونيفرستي اكتيفيتي احيانا يحطون فيه نشاطات، وراح تواجهون النشاطات. ما راح يعني ما راح تلقون يونيفرستي اكتيفيتي فاضي خلال بدايه السنه، يحطون نشاطات ولكن في نص السنه وبعدين نشاطاتهم تخلص، فيكون اس دي ال يونيفرستي اكتيفيتي اس دي ال في النهايه. بس التعليق على كلمة راح تواجهونها كثير، مو كثير، بلوك الأول ما فيها واجد، بلوك الثاني فيها كثير. هي أكثر بلوك راح تواجهون فيها البانل ديسكشن، بلوك الثاني اللي هو المان اند انفايرمنت، بلوك الثالث والرابع والخامس قليل راح تلقونها عبارة عن نهاية البانل ديسكشن. طبعا مستحيل تكون في أول أسبوع، حتى تقريبا يلا ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع. عبارة عن إيش؟ نفس محاضرة عادية ولكن مدة ساعة إلى ساعتين. المحاضرات اللي أخذتوها خلال أسبوع خلاص، يعني مثلا لو ليتس سي ان البانل ديسكشن ان ساتردي، الاسبوع اللي قبله المحاضرات اللي اخذتوها ليتس سي موستلي باي بايوكيمستري اناتومي اند فارما ثري سبيشالتيز. الدكاتره حقينه او دكتور من كل تخصص راح يجيكم ان شاء الله في القاعه خلال البانل ديسكشن، يقفون قدام الطلاب ويستقبلون الاسئله من الطلاب. الطالب يسال كل ما يخطر في باله في المواضيع اللي فاتت، اي شيء ما فهمه، اي شيء صعب عليه، مسألة وقفت معاه وهو يذاكر. فخلال الفترة هذه أو البانل ديسكشن الجلسة هذه يطرح كل الأسئلة اللي يبغاها. وبالعكس احنا كنا صراحة يعني من الناس اللي مرة كنا نسويت البانل ديسكشن، كانت تجي أسئلة ما شاء الله من الناس، يعني تجي في الصميم، تجي يعني أسئلة مرة محترمة. صحيح انه راح تجيك أسئلة تقهر وتشل، ولكن في اسئله يعني انا انصح اللي راح يحضرون حتى لو ما كان فيها جلسه تحضير ولكن فيها تحضير انه يحضر البانل ديسكشن. البانل ديسكشن مره مفيده ترى، اسئله الطلاب صراحه في اسئله يعني مره حلوه. فاعيد وانوه على مساله البانل ديسكشن، حتى صراحه احنا ناس اشتقنا لها، فقدناها في اخر بلوكات حلوه صراحه، كانت تفيد الطالب وتفيد تفيد الجروب از يعني از هول يعني. اوكي جست ا سمول نوت، ترى احتمال ما يعني احتمال ما ادري، اوكي انا ما ادري، انا طالب، احتمال البانل ديسكشن تكون مش شوله ما تواجهونها ابدا، بس انا بغيت احطها واشملها في الفيديو جاست ان كيس، يعني انه ما انها شملت معكم في الجدول. هذا كل شيء ان شاء الله في الفقره هذه، وان شاء الله نكون افدناكم، والى لقاء ثاني ان شاء الله في فقره ثانيه، والسلام عليكم. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع او بهذه الفقره. اذا في اي استفسار اي سؤال احنا نرحب فيه، في أرقامنا، أرقام جوالاتنا واضحة الآن أمامكم، في إيميلاتنا، وحياكم الله بأي وقت. في أي نقطة ما فهمتها، أي سؤال، ترى شباب إحنا، حياكم الله. واللي حاب يتفرج على أي فقرة أخرى أو أي نقطة أخرى، كل المقاطع لها لينكات خاصة موجودة تحت في الديسكريبشن. وحياك الله في أي وقت، بالتوفيق شباب.